نير الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجري. سلام من جميل الوحي يسري ونور مؤذن ببزوغ فجري. وبدر قد أضاء دجى الليالي وبدر قد أضاء دجى الليالي ونهر من جنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدل الرواية الذي قد أوجبوا هو الذي من بعد هذا يجلب، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. وذو أنوثة وعبد والعداء وذو قرابة خلاف الشهداء، ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار. فدع لمن جهيل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن، ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العليم أثاوي. وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما، والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا. وغيره كهو بدون ماين، وقيل بالترجيح في القسمين كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد. وقال بتعدد ذو دراية في جهة الشهيد للرواية. شهادة الأخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك. وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصب. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن، إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف. ومرسل قولة غير من صاحب، قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافع. وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. عدل الرواية رواية سكان عادل كأيتهي الذي كيوية قد أوجبوا أي واجبين. عدل الرواية الذي كيوية قد الذي عدل روايه قد أوجبوا أي واجبين هو كا الذي كيوية يجلب لسوجي ذي من بعد هذا بيت كنكذاش. والعدل عدل من أحد ويا يجتنب فقاري الكبائر كبائر تكفقاري ويتقي إسئلالين يو الصغائر صغائر تإسك إلالين يو في الأغلب سيد غالب كا وما شين إسك إلالين يو أبيح اللب النيي. والحال هو في العيان موقد نحدي أكسوغيهي يقدح حال ويهي كامد عيبين في مروءة الإنسان قفك قفر مديس عيبين. هل كان وحكا ظل يا مصنفك رحمة الله عليه وحوري أصور الشيقي عند وحلق النقي سنة يا عادل إنو يهي هذا طبع عدل الرواية يا عدل الشهادة وحلق إلى هذا كالجرة شهادة يا الرواية وحشيقي تانية مرخاتك عوي لا لبدا لفظي معنه هذا روحان خبر يور إنو كوشيقو وركا وكوشيغينا شهاده يا مرخاتك عوسنا هين يا مرخاتك عينو يهي فرقي قول لحيا محو يهي مصنف كاكيني دونا إن شاء الله تعالى. عدل شهاده يا عدل الرواية رويس كله ويهي وحوغا فرقي يربا قول لحيا فرقي غانا مصنف كابا صوودا. عدل الرواية وحالي لها ذنك وركي صلى أقبليو وأخبارت وشيغينا يرنتهي ظنك الراجح اللقو قادريو. شروط أولية هاي أيو مصنف كهالك كوشيغي يا شرطيغا هوري وحاويان لابا شرطي أما سدح شرطي بوشيغي سدح ذا شرطي لابا شرطينا والغادي كريا روح الذنوب توائر وكفوغا دا يو كرنيرا دا ذنوب تلباو قيبي كبائر يا صغائر كبائر وانا ويلغي الوارك صغائر تنا غالب كوائر وكفوغا دا حالي روح ابن آدم كيا صغائر إنا يكرن عضا وانا عيسى وروح معصوم ماءها لكن وينو كد ذا ليو صغير تلفتين إنه كفوا هذا في بعض الأحيان هبا كان عضو شرط يا سيد حاضر واحد ويان شيء مباح هو اللو يقول يا هيو لو بنيجي لكن أمثال شيء سو كله أن كوه بورين لفتين وينو كفوا هذا شيء كان أصله هارو أسك مباح لكن دتك الله ميت كأرين كائن وسميا إلى حد
qofnimadiisa ay dhaawici sida ee suuqa dhaxdiina wax ku cunto way iska jays oo xaran ma laakiin ee suuqi xabad moos inta ku fiiqato adigoo sheekh weyn ahayo muslimka diin uu aqrin jiray ee laf hilib inta soo iibsato laamiga inaa ku dhaxdinto ma arifi aan ma marka qofnimada ay dhaawici arimahaasna waa inuu iska ilaaliya shuruudaas uu sheegay hadaba shuruudaasi abyaad labadan bayd ee uu ku taxayo musannifka ma lahayn ibn al-aasim in la yiraahdo ka soo qaatay sida darteeda wuxuu leeyahay baytkan gadaashi abyaadda lagu sheegi doono isla markaana ibn al-aasim ba iska leh abyaadaasi ayaa lagu jamciyay shuruuda cadlu riwaaya sida ay u jeeda cadlu riwaaya alladida waxay nacti ka tahay cadliga cadlu riwaayati warintiisa caadilnimadeedu alladii cadligii qad awjabuu ay waajibiyeen ahlu al-xadiis هو عدل رواية هاسي الذي كي ويه يجلب لسوجي ذي من بعد هذا بيت كان قداشي سالسوجي ذي يايو ابن عاصم من دومدي سالسوجي ذي والعدل عدل لماذا بيت مركب حاسك الله ابن عاصم والعدل عدل من أحد ويه يجتنب كفو غاري الكبائر كبائر كفو غاري يولغو أركيني ويتقي اسكا إلالين اسكا إلالين يو أصغائر صغائر تنا اسكا إلالين يو في الأغلب سيدة فرها بضل وما شيء اسكا إلالين يو وبيح اللبنية جائز بقى والحال هو كاسي في العيان موقت كده حدي حاله كسوية يلا أركيو يقدح حاله يها كامد عيبين يو في مروءة الإنسان فوحا قفن مديس عيبين يو مروءة على يرى هذا من المرء بالا يكيني قفن مدى الروحة يعني الددن مديس يشرفت لها يميل وقدعي أرنكي أسوي جائز بها هذا واقي هوري مباح بها هذا وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة خلاف الشهداء وذو أنوثة هو إنما مد صاحبة يو عبد أضون يو العدا عدو تنما يو وذو قرابة قرابة نما كانوا صاحب كأيه خلاف الشهداء الشهداء خلاف كده ويان يعني وحو لي هاي وحيابا وحاجرا رواية ذا أنو حلي يلينين لكن الشهادة ذا نبات أكيني فرق يقول لحيا يكمتاي قف هدين لغو مرخاتي كعيوه qofka lagu marxaati ka cayo iyo qofka marxaati ka caya cadawtinimo inay u dhaxeynin ba shardi ah oo ruuxani cadawtinimada hadii ay u dhaxeysay marxaatigiisa loo qaban maayo waayo cadawtinimadu ku buuxinaya sidoo kale haweenku inta badan marxaati ma galaan yaani waliba khaasatan xuquuqdan ilaah subhanahu wa ta'ala iyo xuquuqda maaliga ah midna marxaati ka galaan haweenku waayahay waxyaaba ayagu ay khaas u leeyihiin oo marxaati ay ka geli karaan waa jiraayo sida xamliga iyo foosha iyo dhalitaanka iyo waxyaabahaas laakiin xuquuqda caamka ah ee la wada wadaago may haween shaqo kuma leh riwaayada si wax yeeli mayso oo xadiithanta ugu badan baday Aisha ba laga wariyay radiyallahu anha inkastoo asxaabtu ayagu gooni ay yihiin oo waxa laga hadlayaa asxaabta dadkii ka dambeeyay ay yihiin sababa keenay doonaay sidoo kale qaraabnimo he ninka hadii loo marxaati ka cayo xaq u leeyahay loo marxaati ka cayo xaq asaga la leeyahay qaraabnimada waa laga ilaaliyaa oo ruuxda wiilkiisa nin wiilkiisa ha u marxaati ka wax jira ma laakiin riwaayadu dhib ma leh qaraabnimada oo ninkan xaqii uu lahaa xadiid haduu ku soo arooriyo aabihi xaqri inuu leeyahay isla markaana ninkan caadil uu yahay xadiid uu warinayana uu keeno maqbul weeyo wala aqbalaya qaraabnimada waxa ka dhibimayso arimahaas uu ka adoonimada kamida oo adoonku marxaati ma noqdo laakiin raawi waa noqon karayaayo in wax laga wariyo way suuroobi wadu unuusatin هو إنما مد صاحبة يو عبد أضنما يو العداء عدو تنما يو ذو قرابة قرابة نما كي أصاحب كها خلاف الشهداء مرخاتك خلاف كي سويا ولا صغيرة مع الإصرار المبطل ثقة المبطل ثقة بالأخبار ولا صغيرة وح صغيرة اللي يلهذو مع الإصرار دائم ما أيضا ما أهاني ذنب صغيرة بها هذه هدئة دائمته هي صغيرة نماذي وكبح يا كبير ويسوب بدل يا سيرا يوجد مصنفه لكن أرى اللي وافق سيهي معها ولا صغيرة صغيرة مع الإصرار دائما مع هذا ما أهاني صغيرة ذي المبطل الثقة كوكال صوران شها برينيسي بالأخبار وراك اللي وكال صورادو يعني روح وركي سيئن اللي وكال صورادو محوها الإصرار إذا نعطيك إصرار دائما ثقة ذي وركي سيئن اللي وكال صوران لها برينيسي صغيرة نقول ما يصير كبيرة يسوب بدل سيدا يوجد ولا صغيرة توح صغيرة لا يرى هذا على إصراري نجادي معي مؤسرة هاني إصرار كي المبطل الثقة المبطل الثقة المبطل الثقة سد حد وجبكم من الصفات المشبهة ذهب معمول كذي واي
ورفع بها وانصب وجر مع الودون المسحوبة الوبتصل بها مضافا سماه المبطل الثقة كالسوريد البرينيي بالأخبار ورارك لغو كالسورادو أسأل يا إضافة إلا يسوك يا رشان مسألو أي برنانيد متك بدوي وصفها إن ألا قليو معمول كيسانا ألا قليو كالجعد الشعر تيوي فدع لمن جهيل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن فدع كتقنم إن يهوني لمن لم تزايد ويان من رواية من روح ورنتي سكتك جهيل الجاهل غيهي مطلقا جاهلا جاهل لما مطلقا لإطلاقي يو من روح يجهل في عينه عينتي سجاهل لغيه او فيما شيء يجاهل لغيه بطانا علوش او جرو يعني وحو ليا روح مجهول هدي او ياهي روايه دي سبل كور سدع غيب مجهول مجهول العين والباطن روح عينتي سن الميقن باطن كين الميقن مجهول مطلق لي هذا كا وح لغا ورينيا لبا اركو وانا متفق انا وح لغا ورينيني وايو روحه وح لغا ورينيو عدلي ايا شرطها عدلي سيده لغو اوغار يا جاهل بهدي لغا يهي روحا مر بهدي جهل مطلق اي كو سوغان يهي ان ان وركيسه لا قادينن باجماع واه والاسلا اوغول يهي وحا يمد مجهول العين يا مجهول الباطن مجهول العين وحا لا يراهدا محدثين تو يقانان قف شيخ هل نكلي او كوريه هل قف كليا وح كوريه عد كلو وحك وريس الله هيو نكا عينتي سوال لي قالنا فلان وي لكن هل قف كليا وحك وريه كاسي ان ان وخ لغا قادنين جمهور جمهور المحدثين وضد سي قادين قار وخ لا لغا دغيسن كره لي وي جرا لكن سيده راجحه ان ان وخ لا لغا دغيسن اني وي ولغادنا فهم وخ لغا هدليا اصحابته وخي كسوكيه ويان اصحابته كوبا جيران وايي وحا يمد مجهول الباطن قف كان ولا يقان فلان بن فلان ويه واحنا ولا لغا وريه لكن روحنا باطن كي لما يقانو ظاهر كيس عدالت با كموقت لكن باطن هانتس اي هوستي لما يقانو كان قار بدن محدثين تكمد وحي ليه وحلقا قادن مايو روحنا وحا الشرط يا مختبر وين ويهي الله امتحانا يا روحنا باطن كيس لا اوغايو عدالت دي سواء الله بصدا روحنا عدالت ظاهر او كليا انت لوغا كافتومو ان سدا وح لوغا وريو دعي ميسو سدا يوجيده فدعك لمن رواية من روح ورنتي سكتك جهيل جاهل لغيه مطلقا جاهلا جاهل لما مطلقا لإطلاق ومن قف رواية دينا كتك يجهل لغا جاهل يهي في عينه عينتي سلغا جاهل يهي هلقفا وحكوريا أو فيما شيء يجاهل لغيه بطنا أقرصون روحا ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل العالم أيضا ثاوي وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما ومثبت العدالة عدالة وحصوغي اختبار امتحان كذاك تعديل عدلك حكم نوالمت والانتشار وركي صفافين نوالمت وفي قضى القاضي ثاوي وثاوي عدلك مت سقنان يوي في قضى القاضي قاضي حكمتي أيوك سقناني وأخذ الراوي الراوي قاد شدي وعمل العالم عالم عمل فلكي أيضا نقضي وشرط كل سد حدا نضبه شرط قوضة أن يراوى إلا أغاذا كاسي ملتزمة مد لازم إسلازمية إنو يهي ردا علين لمن روح وعليه ليس آنهن علم مد لأغاذي بعدل لغو أغاذي قف كان وحلق قاضنا يعادل لما شرطي وعادل محل لغو أغاذا ودوين دوره سدح ودوا ودوين الاسلا اقول ياهي ودوه هنا واحد ويان اختبار روحه والله امتحاني ولا دحقلي معامله لا سبيي ارنكيسه بابدن كي وحي وقرصونا برناك لا كينيو عدلكيسا لا حكومي وايهي ارنك لواد واحد ويان لو اوغانيو تعديل عالم لي قنات يا تعديلي امام البخاري ما وحي لفلان بن فلان ثبت صدوق ثبت ننسوا ويان عدل خلاص وي اسنا تعديل انت سوا كفلان طاي وعلمي ذا انتشار قفك وح تعديلي وفلان بن فلان لا يهي مجرو لكن وح لا يقان ان كان امام انه يهي وابا منتشر تدخو اذ لا يقان امام مالك وكلا هذا يا تعديلي الله ما بهن مالك بن انس حديث كان هب مالك ايا وري ومالك طلب حالتي سيدي تاي يا سنو تعديليه ما الله بهن وهي انتشار كاكو فلان سد على رمود والإسلام أقول يهي سد على رمود وكلو كود ريا وحقا خلاف وكتشوه سد على رمود وحوي
كان هوري قاضي إسلامي صدق راسي شرط قاسا كود الحياة قاضي إسلامي إنه سنور كده جاي سنين عادل أموي قف عادل أموي قف كل الشهادة دي سما أقبله قاضي قاسي أي فلانك يهب لها مرخاتي يسوي حكم حكومي ها وحلينا قاضي قاسي اسمه سلازمين نن عادل أنا هين مرخاتي يسوي إنه سوي حكم حكومين ها مر بعد دكوا حكمي عادل ويا خلاص عادل بحكومي قاضي قاسي نن قاسنا عادل ويا طلب هذا وحويان أخذ الراوي راوي إسلامي عادل عذار هين إنه سوي حكم قاضرين أي كوري راوي أنا وح إسلامي ولا أقية هاي نن عادل هين إنه سوي حكم إمام البخاري وكلوي خلاص ويا سلوح الله إنه ونقاس عادل ويا سلوح والله قاضن كريه سيد هذا وحويان عمل العالمي عالم إسلامي إنه سنعد وركد جيسين إلا نن عادل أموية يعني نك يعني حديث كأسو وريه أي عالم كأكو عمل فلية عالم كان وح إسلامي حديث كن أكو عمل فلية نك أوريه وإنه نقدان نن عادل أكتيكوا سد حاسي وحلاه ناي خلاف رو كوجرا سد حاسي وحلاه ناي لفت هذا وتعديل ديو حكمين روح على الوح حكمية إنه عادل يا رواية دي سال الله قبلي كريو ومثبت العدالة عدالة وح صغيو اختبار امتحانوي روح الله بصل كذاك تعديل عدلك حكمين أي الله بيدو إن العالم ولا يقان عدلك حكميو إمام البخاري يهرق لمدة يا عدلك حكمين كعادل وير والانتشار وركي صفافي يا الله بيدا أو استفادة مسلمين تؤدي الباب الرادي كأنك كأسوي يقان وحليه بالمية خلاص وفي قضاء القاضي وثاو عدلك وسجنانية ثاو بمعنى ثابت عدلك وسجنانية في قضاء القاضي قاد حكم انت أيوك السجناني وأخذ الراوي الراوي قاد شيء أيوك السجناني وعمل العالم عالمك وعمل فلدي أيوك السجناني أيضا نقضي وشرط كل مذ والبشرط يسد حدا دبوي أن يرى كل جوا إن له قاد ملتزما مذ إسلامياين ويهي ردا علين لمن أحد عليه علم اللجوء ليس أنا هين علم مذ اللجوء قاد بعدني عدل اللجوء قادي والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغيره كهوى بدون ماين وقيل بترجيح في القسمين كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد وقدمه هرمري نيهوني الجرح جرح هرمري باتفاق إسكو وافق سنين وكو هرمري أبدا ولقى هرمري إن كان وهدئ يهي من أحد كجرح جرح كيني أعلى من صغير عددا حق اعتراضه وغيره كوه أنهن كوه كون ببلمديها بدون ما يرين بين الأنتي ذو كل مديها وغيره وحليره بالترجيح رجح في القسمين لبعض قيام الدم كلاهما عدل جي تعديل لبعضه عدل جي وحنوجي إذا جرح جل لبعضه يثبته وحصو يا المنفرد هالقف ومالك الإمام مالك هو عنه وحل جوري التعدد ترى الجوري هل كان يروح كهذا ليا روحني إنه عادل يا هاي يو يا إنه مجروح يا هي وارق اللقى هذا نينين أي الله بده بالله الشيء يعني جماعة وهي رهذين فلان بنو فلان عدل نك عادل ويا ثبت ويا وحول لقى هذا نية جماعة كذا وهي رهذين فلان بنو فلان مية ما يمجروح وياه ورنا جماعة هذا نكريم كل هرمرينية مسألة ذو سد تحت طرف بيلاه ذي سد على طرف وحوي قلنا واحد جرحين يسوء إلى يفرب بدينهن أما أيه جانب أن لقول رجحوا إنا إليهن يا ما هي قلادات وح تعديلنا يسوء إنا يفربذيهن يا إنا متساويين ليهن وإسلاقيهن سد حرام ذوائه هل مسألة ومتفق مسألة وكم بالله بي ويانو قلادة وح جرحيسي هيدا يفربذيهن جرحي قال الله هرمارينا يا عدل لغنا داقة دالغة طوري تعديلينتو سبب كنا وحا ويان قلادة أن جرحي قوة دا علم الزائد يوضان يعني قولاً تعديل كصمين هي وحياً أجانين هي قولاً أجادين زيادة الثقة مقبولة وأنجي صومرني والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ وأنجي صومرني قولاً زيادة علم بيكينين قولاً وحياً أجانين بي أجادين عيب بينك كو أجيهين خلاص وركوض الله هرمني يا بإجباعي والسكوة فقسية لبدا مسألة كلا يا خلاف كجرة مصنف كوحو جلال لبدا مسألة كلا لفت هذا وحي لم يدي مسألة هرئو وغيره كهو وهذه أي متساويين يقول هذا وحتى عديل سيها هذه أي بديهن لبضوا جرحي قبال الله المرين
سببته زيادة علم بمر مر وبمشي الله وغلظ واحد جرحين أيوه زيادة علم بيوضان زيادة ثقة مقبولة ويا وضع سيك مرين قلنا سد أحد واحد يراه ذن مية الله بدأ مسألوك لترجيح الله اللي حلو وهلك اللي رجحه وهل يراه ذو عدلية غلظ عدلية كأنتي غلظ جرحية كأنتي هي غلظ ترجيح كله والكوضع القاضي يا غلظ كلم رجحين بين غلظ يانو ولا حق بدري انت عمرك وشيء كذي بقى وحو راعيه سلاده بقى عدل يقو تعديل انت تجريح انت يا لقى أقبلية ما تجمع عشرة يا بس واحد ولا لقى أقبلية كريا ما هي واحد ولا لقى أقبلية كريا سيد الراجحة إمام مالك واحد لقى وريجي ولا لقى شيء جي تعدد يا ترى الله هرو هي لازم إنه يري لكن ورك عسى واحد بودايره سن آدم إمام مالك وقصب لأن مصنف كلفتيه ثقة وتمريض بكرة ورياية توس إمام مالك ويرى مصنفين والجرح وقدم هرمري نيه للجرح الجرح كهرمري باتفاق إسقافق سنين أكو هرمري أبدا ولا كان هرمري وقرما إن كان وهدي وياه من أحد كي جرح واحد جرحي أعلام سرية عددا حاجة ترى ذا كسرية هدي وياه وغيره هدوسا كسرينين oo mutasaawiyan way ama qolada cadliga sareysa ka hawa ka hore u bubalamid yahay oo jirxiga mar walba la hormarinay biduni maynin been la aanteeda ayaa lagu hormarinay kula mid yahay waqiila waxa la yiree bi tarjiix ma labada mas'alo dambe tarjiix fil qisbayni labada qayb kilaahuma labadoodaba yuthbitu waxa sugaya al munfaridu hal qof wa malikul imam malik ruwiya anhu waxa laga wariyay ataadudu tira laga wariyay wa qala bil adadi du diraya fi jihati shahidi للرواية وقال ذو دراية قرش من صاحبه وحير بالعدد ترى في جهة الشاهد برخاتي دنكي للرواية الرواية دنكي هذا ما يعني وحولي هاي بعض العلماء ذو دراية وجد بعض العلماء قاعد قار هذا ذو مركز خصيص يمشي علماء قار كم ده يا وحيليين هلا كقاضو رواية يو شهادة ده أرنتو شهادة يا مرخاتي كعتاي عند ور لقى دقيسنا يتعدد أي شرط يلا ما يأنت كبر وينين هو أما الرواية هذه أي تهي هل روح ولا قد دقيسنا كريه ما يوحنا وجه إذا تعديل أنت تعديل أنت أي يجرح الله بضو قل هذا المرخات كعيسو قل هذا إلا تعديليو يا إلا جرحيو قل هذا هذا المرخات كعيان الله بكير لقى دقيسنا مايو أنين كان فلان المرخات من نقول كريه أنا جا هو فاسق وي hal in kali laga dhageysan maayo laba iyo ka badan way inay noqdaan ama riwaayada hadii ay tahay arintu oo ninka xadiidkan wariinayo ee soo sheegayo tacdiilka looga baahan yahay hal in haduu tacdiiliyo hal imaam oo ku filan yahay badina wadadaas ay mareen sida ay u jeeda wa qala wahu yiraadu diraayatin garasho mid u saaxiiba bil adadi adad buu yiri fi jihati shaahid markhaatiga jihadi oo cida markhaati noqonay qolada jarxini ama qolada tacdiilini mutaaddid way inay noqdaan la riwaayada riwaayada maya oo qolada wax warini raawigaas cida jarxini ama tacdiilini waxba laazim ma aha inay tacaddudaan hal in hadu jarxiyo ama tacdiiliyo waa ku filan yahay qolada wadadaas ay mareen shaahadatu al-ikhbaru amma khassa in fihi tarafu'un ila al-qadi zukin wa ghayruhu riwaayah شهادة الإخبار والرمت عما شيء لغو الرمو خاص نقضي شهادة شهادة إن ذكر واحد لأغاده فيه كان أحد إنه كسوغان يهي ترافع كريال إلى القاضي قاضي لو كريال ذكر يعني وحولا يهي سيدة بشهادة الرواية فرقها أدحى يا محوية لما أرمها أدحى يساوي المسلف لما أرمها هديه يسكون در سمان وشهادة الرواية معها لما أرمها هديه لوايانا رواية وي labada arimood arin kore waxa weeye qofkan hadlaya waxa uu ka hadlaya arin khaasi weyn u yahay yaani ruux gaar ahaneed waa inuu ka hadlayo waa koob laba taraf waa inuu ku sugan yahay oo qaadi arin loo koriyeelayo waa inuu yahay oo arin qaadi lagu dacwoonayo loo koriyeelayo waa inuu yahay fulan binu fulan fulan kulshinin buu kula yahay arinkaasan qiraya qaadiga horti shahaado weeye taasi markhaati ka weeyo riwaaya ma aha labada hadii la waayo oo arin khaas ah laga ma hadlayo man faala kada faalayhi kada ama falahu kada arinku haduu yahay riwaaya la yiraahdaa qaadi hadii aan loo koriyeelaynina riwaaya la yiraahdaa sida ay u jeeda shahadatu wa khabar muqaddam ya al ikhbar wa mubtada al ikhbar wa ramit
أما شيء لقى ورهم خاصة خاصة شهادة المخاطي كعوي وقرما إذا كنا بمعنى علم وواي وهدي اللقوء قادو فيه كالغ مرخاطي كعيو نحدي إنو كسو غيهي ترافع كرييلد إلى القاضي قاضي قالو كرييلي وغيره كاوحي آنهن الرواية الروايوي كاهدو سنهن الروايوي والصحب أصحابته تعديلهم عدل حكم انتو ذا كل سلف كأوردن يصبو كل قول لحدي إليه تعديل كأيقول لحدي يعني وعليه مصنف رحمة الله عليه الصحابة الضمان عدولوي بتعديل الله وتعديل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عد واحد تعديل صا إله بأسر ريا عد إله كسر ريس واحد تعديل الله إذا ما أرغب خلق غنا رسولك عد كسر ريس واحد تعديل الله إذا ما أرغب إلهي الرسول كيسا أصحاب تعديلي عدك لو التعديل أقبى هنيهين الله ما أركو سبب كنا وحا ويان نسك استقراني السنة متكو ضرابها النقضو إسلامر كان مؤمن أمانيو هدي هذا ركتو نسك عدة وأماني هي أولا وأصحابت سببتو نسك مركي أسوء دقي يسوء أروري عدة مخاضبين تأهي إلى لهد لي نسك أول لهد لي أيغواي وحي كلا تابع لما يكسو قيري هيا وراعتان قلضا أي راعين يكسو قليا أرن كان قرآن بربك عدي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضاها الرب مهاجرين يا أنصار وحي كهلين مهاجرين يا أنصار نمضة يكهلين أصحاب نمضة سيكهلين أما وحي أيها كسوهري وحي رضاها الرب كهليان الذين اتبعوهم بإحسان مهاجرين يا أنصار إن إحسان كان لغراعه ويهي مركا عدة الأمارة يا نسك وأمارة يا أولا وحويان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أمانتا الله وأمارة يا أصحاب ترى معنى هذا هو تعديلين إلا إله إذا عادلين أهين ورق وضلوك الصونين دين تود القادنين إلى موسن أمانين رسول لما أمانين إلا أمانة معنى هذا هو تعديل أصحاب عدل اللقوح حكمين أيوه وحقط أيوه جف دين تا إيه جارسين تيدنا محوها أن لو أقولين ويهي مره دي إلهي رسول كسائي تعديليين بني آدم إيه فلانا تعديلي الله وباهنو وكسر ريان وركاسي بل فلانا تعديلي جرحي ويكون نقوني أيو وأبي هريرة هرطة إنو عادل يهي يان كده جيسنا أيو نو تعديلين أيه بخاري هداني راهنا كور هي أبي هريرة ميال وقد عيحي سوي واتكو كيف يهيس تعديل ماها واحد وضو ويهي برجاء أصحابته لما توه وذا عادلين وركا وحي أن هاي النوى خلاف السنة سنة الرسول هو خلاف سنتهاي ويا الرسول كأصحاب تيسا جميعا أيوة وذا أماني قرآن كجميعا أيوة وذا أماني ركا والناس كي الله جربنا وركا وحي أنا وحي خلاف سن وحجيران معها ويا وحي سويدنا يا أصحاب ليه رهدا أصحاب يا ليه رهدا وحي سكو خلاف سن تعريفين تأصحابته أصوليين يا محدثين وسكو خلافين محدثين وحي ليها أصحاب وحلي رهذا لبش شرط الرسول قال الله شرطني لبر شرطنا الروح أصحابي قال لي رهذا الله شرطني أفرتها شرط الروح اللي جاه لأصحابي ومعيتها أفرتها سي أولا روح رسول كوائن ولا كل ما رسول بعد الرسالة نوائن ولا كل ما أنت الرسول لقد جاي كذي أنت النولاية الدنيا وجوهي حي جو هذا وائن ولا كل ما بعد الرسالة يحيي لماذا الرسول قال الله شرطني عليه الصلاة والسلام قفك وحى الله شرطني مؤمن وين وها مركو لكل مي والرسول قال مركو لكل مي يقفكني مؤمن وين وها مؤمن لماذا سنة وين وكب قد قرأي وكب انتا ولو نحن هذا الردو بها دو دون كدبنا هطوة كيري أفرتا شرط روحي اللي هلو يا سحابي محدثي وددا سيبرية وقفك وين الرسول قال لكل ما بعد البعثة وإن الله كلمة قبل البعثة هذول الله كلمة ورسولك إن رسول بلغ ديني إسك عادي أهاه دي روحه وأركه لكن مرد دمي أسان أركين واركي رسولك أمباسوه قاري سيدا يكره ميي كاسي نقود ما يسحبي وإن رسولك بعد البعثة الله كلمة من لقيا إلا يرهدو أيها تعريفك كفي عنه ومن رأى إلا يرهدو كفي عنه ويو روحه هدوسا أركين إن دلان ويهي سيدا عبد الله بن مكتوب وكالي أما عنه صغيرة وحبابة أن أركي كرين أوياهي مربى رسولك هدو الله كل بسحابين لماذا هو أسقناني وياهي
isla markaana rasuulka intuu noolaa waa inuu la kulway rasuulkiyo dhintay weli aan la xabaalin ee banaanka yaalo ruuxi haduu arko rasuul saxaabi ku noqon maayo ee rasuulko nool waa inuu la kulma shardi labadu shardi saddexaad ruuxa waa inuu muumin yahay ee rasuul markuu arkayba kaafir u aha hadhow dambu rasuulka dhintuu dib ka islaamay xiniinkaasi saxaabi maaha markuu arkay inuu muslim ah ayaa shardi ahay islaamnimada waa inuu ku dhintay hadduu gadaal intuu ka ridoobo gaalnimo ku dhintana saxaabi noqon maayo maxadiidii waddadaasay mariyeen waa yahay sidaa waxaa khilaafsan usuuliyiin waddadooduna musanifka maray waa arkayda wasaxbu tacdiiluhum asxaabtu cadli ku xukumintooda wasaxbu asxaabta tacdiiluhum cadli ku xukumintooda kullun salafka oo dhan yasbu way u leexdeen ilayhi tacdiilkaasay u leexdeen wakhtaara waxaa doortay filmulaasimiina kuba laasimay duuna man ruux sokadii waxaa doontay ra'aahu maratan imaamun imaamka oo mu'tamanun xamlu shariica loo aaminay yacni wuxuu leeyahay saxaabiya la yidhaahda usuuliyiintu waxay leeyihiin iyaga laftooda iskhilaafsan oo qaar muxadisiinta waafaqsanaa jira laakiin qaar ka mid a waxay leeyihiin saxaabi waxaa la yidhaahdaa ninka multasimka ah oo rasuulka laasimayo calaa alaqal bil iyo laba bilood iyo la joogay markuu ugu yar yahay oo usuuliyiinta iyo fuqahada ayaa isku sii asxaabta u tacriifiya waxayna ka wadaan qofka laga qaadanayo muxuu ahaa axkaamu shariica oo rasuulka naqli uu ka soo naqliyey shareeco lagu dhisayo ruuxa mulaasimka waa inuu yahay sidaa ayay u jeedaan qolada muxadisiintana waxay u jeedaan fadlu suxba saaxiibnimada fadligeeda cidda ay u sugnaani waa qofka rasuulka mar un la kulmay farqigaasaa u dhexeeya wakhtaara wuxuu doortay imaamun imaam imaamka oo mu'tamanun xamlu shareeca loo xamlu shariica loo aaminay khiraafi buu u jeedaa wuxuu doortay filmulaasimiina kuba laasimay rasuulka duuna man ruux ma uusan dooranin oo asxaabta kuma uusan darin ra'aa arkay huu rasuulka arkay maratan hal mar ida addaca almucaasinu alcadlu sharaf bisuxbati yaqbaluhu julu salaf ida addacaa haddii uu sheegto almucaasiru ninkii mucaasirka ahaa ee alcadlu cadliga ahaa asharafa ku sharafoobid bisuxbatin suxba uu ku sharafoobay yaqbaluhu warkaa waxaa yeelayaa julu salafi salafka dhammaantii nin mucaasir oo rasuulka la waqti ahaayoon ognahay oo rasuulka isku waqti ahaayeen isla markaana ninkaa caadil wey nin mu'min oo caadil oo toosan oo fiican oo la yaqaano wey ninkaasa wuxuu yidhi anigu rasuulka waa arkay rasuulka waan la kulmay waan arkay saxaabinimuu sheegtay ninkaa warkiisa saxaabinimo ma loogu xukuminaya sida raajix ahaa waa sida musanifka uu maray waa loogu xukmini waayo ninkan cadligiisa iyo cadlinimada aan u xukunnay ayaa waxay keeni inuusan ku been abuuranaynin suxbadiisa iyo rasuulka inuu la kulmay marka waa loo xukminaya qaar waxay leeyihin maayo maayo may ninkan xaq asaga uu leeyahay qowlkiisa in loogu xukumo oo asagu markhaati uu isu noqdo la yeeli maayo oo cid kale waa inay sheegtaa qolaale ida dacaa haddii uu sheegto almucaasiru nin rasuulka la waktila zabantamay mucaasirkii alcadlu cadliga ahaa asharafa sharafoobid bisuxbatin suxba uu ku sharafoobay hadduu sheegto yaqbalu waxaa aqbalayaa hu dacwadaasi waxaa aqbalay julu salafi salafka badigi wamursalun qowlatu ghayri man saxiix qaala imaamu alacjamiyiina waalcarab cinda almuxadiiina qowluhu taawici awilkabiiri qaala khayru shaaficin wamursalun mursal wey qowlatu ghayri man ruux warkii hadalkii saxiiba saxaabi noqday hadalkii uu ku hadluu yidhi qaala imaamu alacjamiyiina waalcarab wuxuu yidhi cinda almuxadiiina muxadiiinta agtoodana qowlu taabiciyii taabici warkii weeye awilkabiiri ama taabici weyn warkii weeye qaala uu yidhi khayr qaala wuxuu yidhi khayru shaaficin yacni warkaasu soo guuriyey yacni wuxuu ku leeyahay xadiidkan waa mursal macnihiisa muxuu noqonayaa mursal maxaa loo jeedaa mursal muxadisiin iyo usuuliyiin ayaa isku khilaafsanoo usuuliyiin waxay leeyihiin xadiidka inqidaacba hadduu ku jiro meelba un hadduu ka go-an yahay meeshaa go-aan meeshay doontaabaal xataa mucallaq ha noqdo xadiidka oo dhanka imaamkii kitaabkaba lahaa ee raawiga ahaa imaamu albukhaari dhankiisu ka go-an yahay xadiidka ama ruwaadiyo dhan ayaa wada go-anoo sheekhii kitaabka lahaa ayaa xadiidka rafcinahay ama labaa go-an ama saddex mawduc ayaa ka go-an ama meesha u dambaa go-an meeshay doontaaba ha ka go-an silsilada meel un haddii ay ka go-an tahay xadiidkaa mursal bay u yaqaanaan usuuliyiintu waa yahay muxadisiin mursal waxay u yaqaanaan
لما وجب يسوق خلاف سنيهنا تابع مطلقا صغير يا كبير منكم دورها النهضة تابع الحديث كأنه رفعيه وسحابي شيخ ساهاي حديث كأوك قاتي أنت وكبوده توس إنه حديث كرسول كأوك رفعيه قارنا وحي إليهن ميه كبار التابعين صغار التابعين كبيران وصغار التابعين حديث كأوك مرسل نقول ميه كبار التابعين حديث كأي رفعيان كاسا وحلي له هذا مرسل لماذا وجه يالي سكو خلاف سيئة كاسو كوشيقية ومرسل خبر مقدمة ومرسل مرسل وي قولة غير من روح غيرك هذا الكي صاحب صاحب نقضي روح الرسول الله صاحب غيرك ساوحو يري قال إمام العجمين والعرب رسولك رفعية وي حديثك معنا قال إمام العرب قولة غير من غير من صاحبنا وجه إذا عدان السحابي هن عدى دون طابها النقض ولو إمام البخاري نها النقض هدو دوري قال وحو يرى إمام الأعجمين ولدي عجمي أهيد يا والعربي عربت إمام كود وحو يرى رسولك وي عليه الصلاة والسلام عند المحدثين ومرسل مرسل عند المحدثين محدثين أكتوض مرسل كوا قول التابعي تابعي هذا الكيوي أو الكبير أما تابعي وين هذا الكيوي قال خير شافع أويرى يعني تابعي وين أما تابعي مطلقا أي وحو يرى قال خير شافع من شفاعة قادو كي أخير بدنا وحو يرى يعني رسول وحو يرى وجيرا وواضح أنه ملينا وهو حجة ولكن رجح عليه مسرد وعكس صحيحة وهو مرسلك حجة حجوي ولكن رجح وعلى رجحي عليه مرسل وحلق رجحي مسند مسندك لقى رجحي وعكس صحيحة يعني وحو لي حديثك مرسلك حجمي هي أئمة معظم كود الحجوي ينبي إليه إمام الشافعي يا رجل الله صعداء يا خلاف صنع وحي ليهن إمام الشافعي وحي ليهن ورسل هذا بس رواد عدل لو ما شرطنا إياها محذوف كان تابعي وحتفي سحابي إنه يهي حدي أنه ابنه لباطم الله حديثها صحيح وي وركز هذا وعده وحج لكن واحد عكرت تابعي كان عدة وحكا وريي وحتفي هاي إنه سحابي أهينه عدك لي وحكا وريه تابعي عدك لي إنه وحكا وريني ها عدنا سحابي أهينه لأنه تعديل بأباهيه سحابي كان تعديل أباهنين أما وحي أن سحابي أهين تابعي كاستهر نقضي تعديل بأباهي هذا هدو حد في عدي أوحك وريي إذا سنة سحابي إنا يراهين أن له بين أحدث وضعيف لقاضا مايو مرسل حجم معها إمام الشافعي وضع ذا سكامري الله إليه محبك سوريبي سعيد بن مصيب مراسيشيسة يوكا سوريبي وحليه سعيد بن مصيب مراسيشيسة والا فتشي وحل لأغادي ضمان أبي هريرة كوريا أبي هريرة أيو كإرسالية يعدك لك ما إرسالية هي أبي هريرة نوا سحابي مردو سحابي هي عدة وكإرسالية أبي هريرة إنه يهلا يقانو ده مراسيل سعيد بن مسيب لما وضع حجة إمام الشافعي سدى يلي لكن مرسل خلو حجة مجره أي ماذا كان يسوي إليه إنما يو حجة حجها هذه حديثك مرسل كأ يا حديثك مسند كأ كلا قديم يا هذا تعارضان سيد الراجع مسند كان الرجع وهي مسند كرقيسي أو هذا الشيكري بعد ما وحي إليه المية مرسل كابل الرجعية وعلى الرجعي نين كان هدو إسناديو رقاس وكوتيرية وحبا أوسان كحد فين أدق وكوة كاشي إن أضبارته هدو سإرساليو سنة عادل أويهي وكا كفالة قاضي ونين كان أوحد في عادل إنو يهي وكوة ذا هدوسان عادل اهين دبن وحن نقوني مدلس وليبا ان وناكسنين ايو نقوني يايو عادل يساب واحد نوامية لان ضعيف انت وكوريو هدو هدنا حدفو ماي ماي ساقا كو ضعيف ايا سيدا درت ايضا عدة او كإرسالية انك هني عادل ايقا وحاكو على اكتيس عادل انو كو يهروحا وحدفي مركا مرا دي اكتيس عادل لما اي محوا عادل لما او كو يهي اسناتك اساقا بك حوق بذل او من أرسل فقد تكفل روحي إرسال سمي يواكا كفال قاضي أساها كوسو باري كوسو هبصدي إنا بحث ذو مباهنا ومن أسند حيدي ومن أسند فقد حال وكا ومن أسند فقد حال نينك إسنادي يوسى أدوك كوسو وريجي رقي وانكو تريد أدوك باروه إنو نينك أني في عيه إنكال أدوك هبصو هدوسة إرسالية أساها كفال قاضي سيدا درت إذا مرسل كابا كحوق بذا قارو دادا مري وهو مرسل مرسل كان لبدي ودوكو ودايو قولدي اسوليين تا مرسل كودي
يقول المحدثين مرسل كوذي لبدا بوكوذا وهو مرسل حجة الحجوي ولكن رجح والا رجحي عليه مرسل واحد لغا رجحي مسند مسند كالغا رجحي وعكس عكسنا صحيحة ولا تسلحي وقلا وضضا بري والله أعلم صلى الله